الذين منحوني ثقتهم لتولي منصب نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء. أعتذر لكم عن أي تصريح لأنني الآن في وضعية مرهقة مرهقة. 48 ساعة. مواطن طاهر نقيبنا واحد. 48 ساعة ديال النوم ما كاينش وبدون عشاء. اسمحوا لي الله يخليكم أعتذر أعتذر. شكرا 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 جزيلا. هرمنا من أجل هذه اللحظة، هرمت من أجل هذه حصولها على هذه اللحظة.